امبارح كان في عرض مفصل لكل المشروعات والانجازات اللي حصلت في السنين اللي فاتت، خصوصا في الملف الاقتصادي اللي قدر انه يصمد رغم الازمات العالميه، ومرشح انه يكون في 2030 من اكبر الاقتصاديات في العالم، وده وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر حكايه وطن. بكل تاكيد في تحديات اقتصاديه كبيره جدا مرت علينا خلال الفتره اللي فاتت، لكن عايزين نعرف ازاي قدرنا نتغلب على هذه التحديات. معانا على التليفون دكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليك وصباح الخير على الاستاذه منى وعلى كل متابعينكم في جميع انحاء العالم. يا اهلا بيك يا فندم. عايزين شرح مفصل لاهم التحديات اللي واجهها الاقتصاد المصري خلال السنوات اللي فاتت وازاي قدرنا نتجاوز هذه التحديات. في البدايه خليني اشكرك واشكر الجميع، ويمكن احنا في مؤتمر حكايه وطن من امبارح هو بس الموضوع اللي انا عايز اكد عليه قبل ما ادخل على الموضوع، انه الحوار امس وحوار المصارحه والمكاشفه والحساب والتقديم ومعرفه التحديات وكيف تقدمت الدوله للحلول، وحوار السيد الرئيس انصب على النداء الى المواطنين والى كل المصريين على ارض مصر بأن المشاكل الاقتصادية لها حلول، لكن الاقرار من عدمه ليس له حلول. وهنا يعني ربما لا يفهم الحديث على أن الرئيس لا يشعر أو الدولة لا تشعر أو القيادة السياسية لا تشعر بما يعانيه المواطن من ارتفاع أسعار ومن تحديات تواجه المواطن البسيط. خلونا نفرق ما بين الاقتصاد الذي نتحدث عنه كاقتصاد دولة بالكامل وهمومه ومشاكله وكيف كانت وكيف كنا وكيف نكون بين الرؤية والإنجاز، وما بين الحياة اليومية للمواطن الذي يعيش ويؤن وتشعر أيضا به الدولة وتتحدث عن ذلك، حتى لا ينتقل إلى المواطن شعور أن الدولة ترغب في زيادة المشاكل أو ترغب أيضا في أنها تعكس أنها لا تشعر بالمواطن الذي يبحث عن قوت يومه. هذا أمر، وما نتحدث فيه أمر يوضع في الاعتبار تماما أمام أعين القيادة السياسية وفقا لما لاحظناه ورصدناه وشاهدناه. أردت أن أوضح ذلك قبل أن أدخل في موضوعي. موضوعي أن الدولة المصرية كان أمامها العديد جدا من التحديات قبل أن تبدأ عام 2014. أحد أهم هذه التحديات الوضع الذي كنا فيه من مشكلات واضطرابات سياسية، وما حدث في الشارع المصري في الفترة من 2011 حتى نهاية 2013 مطلع 2014، الأمر الذي أثر على كل نواحي الحياة في جمهورية مصر العربية. قبل الاقتصاد الحياة العامة، تعثر مصانع، توقف الحياة، خسائر تقدر بأكثر من 400 مليار دولار فقدها الاقتصاد المصري، عدم وجود بنية تحتية جاهزة، عدم وجود طاقة كهربائية جاهزة، عدم وجود قدرة على النهوض، عدم وجود دور للدولة للتحرك من الصفر إلى السير على الأقدام. كانت المشكلة صعبة جدا للغاية، وهنا كان لابد أن يكون هناك رؤية، وهنا نتحدث اليوم في حكاية وطن عن الرؤية والإنجاز وما تم إنجازه وما لم يحقق ولماذا وسوف نحققه. هذا هو الحوار اليوم الذي كان يعني عنوان الحوارات كلها التي دارت في جلسات أمس، هي حوارات تتعلق بالاقتصاد الكلي للدولة وحياة المواطن وكيف يمكن أن نخلق وخلقت مصر إصلاحا اقتصاديا شامل وتقدر فيه مساهمة القطاع الخاص لفتح آفاق عمل للمواطنين. التحدي كان كبير، عدم وجود موارد، ندرة الموارد، قلة الموارد، ربما الاحتياطي النقدي المصري منهار من 36 مليار، ثم لابد ان نبدا بالدوله ونبدا بالتحرك للامام. الحكايه بدات معنا امس بكيف كنا وكيف وضعت الرؤيه وكيف تحركنا. تحركنا للامام في مرحله مهمه جدا، وهي مرحله بناء البنيه التحتيه للدوله المصريه، بناء المرافق للدوله المصريه، بناء قدره الدوله المصريه على الوقوف على قدميها استعدادا للنهوض الهام جدا. وتقسمت المرحله الى مراحل مختلفه. المرحله الاولى بدات بمشروعات بنيه تحتيه في الطاقه والطرق والكباري والقضاء على العشوائيات والقضاء على فيروس سي، واشتغلت الدوله في مسارات اساسيه ومسارات بديله متجهة إلى عملية إعادة قدرة الدولة المصرية على النهوض وعلى الثبات. ويعني ضرب السيد الرئيس أمس مثلا على ذلك بمشروع قناة السويس وتوسيع قناة السويس
وكيف كانت العلاقة ما بين الشعب بكامل فئاته وطبقاته وبين قيادته السياسية للدخول في مثل هذا المشروع لإثبات للعالم كله بأن مصر تحقق مشروعا قومي جديد، وأيضا لديها قدرة شعبية، قدرة قيادية على أن تحقق ذلك. الأمر امتد بعد ذلك مباشرة إلى مرحلة إصلاح شامل اقتصادي، وفرصة جيدة جدا لتشغيل أكثر من 3000 شركة من القطاع الخاص في عقود مع شركات الحكومة وشركات القطاع العام لعملية توسيع الاستثمارات الحكومية في العديد من المشروعات الخاصة بالبنى التحتية لضمان 5.5 مليون فرصة عمل في الفترة الصعبة جدا للحفاظ على دخل الأسر، وتحقيق المشروعات البنى التحتية للدولة المصرية لتجهيزها للدخول لمرحلة الإصلاح الشامل الاقتصادي. وبالفعل تم ذلك، وبالفعل تم في 6 فبراير في نوفمبر 2016 إجراء إصلاح اقتصادي في السياسات النقدية المصرية، وبالفعل حققنا أكثر من 45 مليار دولار احتياطي، وعدنا بناء احتياط النقدي، وبدأنا نتحرك إلى الأمام، وبدأنا تغذية المصانع، وجاءت المبادرات للصناعة، وجاءت المبادرات للمشروعات الصغيرة المتوسطة، وبدأ يتحرك الاقتصاد المصري إلى 6.6% معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي، إلى يعني ربما انتهينا أيضا في مجال الطاقة وفي جلسة الطاقة أمس إلى ما ذكرناه من نتائج غير مسبوقة، وضعفنا إنتاج الطاقة الكهربائية في كوباية مصر العربية حتى 30 ديسمبر 2018، ثم بدأنا نتحرك إلى الأمام وننتقل للمرحلة الهامة جدا التي سوف كانت تجعل كل شيء في مصر مستقرا اقتصاديا، وهي مرحلة إعادة القطاعات الهيكلية والتوسع في دخول القطاع الخاص. هنقف هنا بقى عند النقطة دي يا دكتور. علشان كل ده يحصل كان لازم يبقى فيه سيولة، ومش سيولة عادية، سيولة من العملات الأجنبية. احنا كان عندنا أزمة شح عملات أجنبية، ازاي قدرنا بعد لما كان حاصل الأزمة شح العملات الأجنبية واستنزاف الاحتياطي اللي كان موجود، ان احنا نقدر نعمل كل اللي حضرتك قلته من اول بنى المرافق، الاستثمار في الطاقة، كل الحاجات اللي حضرتك قلتها؟ في الحقيقة تم العمل على أكثر من محور وليس محور واحد. في أولا تم تشجيع وتم الاهتمام بالتوسع في التعامل مع السياحة، وتم الاستثمار واستثمارات العامة الحكومية لإعادة السياحة بشكل جيد جدا لزيادة المورد السياحي. وبالفعل مصر حققت في 4 سنوات أو 5 سنوات من 2014 إعادة ما فقدته من 35% من دخل السياحة، تم إعادته بالكامل. وبالفعل هذا أثر كثيرا جدا على مدخلات العملية الدولارية أو مدخلات الدولارية لجمهورية مصر العربية. الأمر الآخر استقرار الوضع السياسي واستتباب الوضع الأمني وتشغيل المصانع وتشغيل المنشآت وبس ودفع المصانع المتعثرة إلى العمل، أدى إلى أيضا بخطة ممنهجة إلى ضرورة العودة إلى الصادرات. كنا بنصدر ب 13 مليار دولار ووصلنا ل 22 مليار دولار قبل الأحداث، عدنا إلى أكثر من 28 مليار دولار بنهاية عام 2018. حتى عندما تحدثنا عن زيادة أكثر من 3-4 مليار دولار في 4 سنوات بعد الانتهاء من افتتاح قناة السويس في 6 أغسطس بعد التوسعة 2016. الأمر الأكثر أهمية أيضا كان اهتمام شديد بالبعثات الدبلوماسية الخارجية، بالمصريين بالخارج، وأيضا حالة الاصطفاف الوطني التي كان عليها المصريين في هذه الحالة أدت إلى مضاعفة مصادرات المصريين بالخارج. كل ذلك أثر على عملية بناء احتياط نقدي دولاري. فذات الأمر كان هناك سيطرة وتوجه جيد جدا على السيطرة على الصادرات، على الواردات، وعلى محاولة جيدة جدا ل يعني استغلال الواردات فقط فيما يتعلق بالسلع الأساسية الهامة ومستلزمات الإنتاج. أيضا هناك عمليات ضبط السياسة النقدية تمت في هذه الفترة حتى تستطيع الدولة الحفاظ على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالفعل تم مضاعفة أرقام جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حتى 30 ديسمبر 2018. الإصلاح التشريعي والإصلاح الهيكلي الذي تم ب العديد من القوانين وحزم القوانين التي أقرت من المجلس النواب المصري، وأيضا من المقترحات التشريعية قدمت من الحكومة والقيادة السياسية لإنقاذ الحياة الاقتصادية في مصر،
كلها كان لها بالغ الأثر في يعني ضبط يعني إيقاع الاقتصاد المصري حتى ما قبل المرحلة الصعبة جدا الذي سيتعرض لها الاقتصاد المصري والمحلي والإقليمي والدولي بهزات عنيفة بدأت بجائحة كورونا وأثرت جائحة كورونا على الحياة ومجريات تيسير الاقتصاد العالمي عظيم. والاقتصاد المحلي بشكل صعب جدا. وما أن لبست وانتهينا من جائحة كورونا إلا ودخلنا في مشاكل تتعلق بسلسلة. انت جيت لنقطة مهمة جدا يا دكتور يسري بعد إذنك، وحضرتك تتكلم عن جائحة كورونا، معدلات النمو بتاعتنا كانت عاملة ازاي قبل كورونا؟ كنا وصلين تقريبا ل 5.8، بعد كده أول عام كورونا 2 و3 على ما أتذكر، بعد كده رجعنا تاني نرتفع في هذه المعدلات. عندي سؤالين في النقطة دي، لو ما حصلتش أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، معدلات النمو بتاعتنا كانت رايحة في أي اتجاه؟ ده سؤال مهم جدا. والسؤال الآخر، وإحنا بنتكلم على معدلات النمو بتاعتك لما ترتفع في ظل أزمة زي أزمة كورونا، ده ممكن مردوده إيه على الاقتصاد المصري من ناحية وجهة النظر العالمية، من ناحية المستثمرين الأوروبيين أو المستثمرين الأجانب بشكل عام؟ طيب خلينا اقول هنا برضو حاجة مهمة جدا، ويمكن انا بتكلم بمنتهى البساطة عشان المواطن اللي بيسمعنا والناس اللي ملهاش في الاقتصاد خالص والمتخصصين اللي نقدر نخاطب كل اللي بيسمعونا او بيشوفونا عبر شاشة القناة الاولى. خلينا اقول لك انه معدلات النمو احنا كنا داخلين على 6.6 من 5.6، وكان متوقع ان احنا في 2019 نحقق 6.6، وكان هناك ايضا مستهدفات تؤكد اننا قد نصل الى 8% من الناتج المحلي الاجمالي، ودي ارقام غير ربما غير مسبوقه. يعني احنا اكثر حاجه حققناها 7.5% في الناتج المحلي الاجمالي عام 2010. الامر المهم جدا ان لو استمرت الامور دون وجود تقدر ما حدث في احد كورونا وهذه التحديات العالميه وما خلفته من تحديات اقتصاديه، كنا هنستطيع ان نضاعف ارقام اللي انا ذكرتها كلها في بناء الاحتياط النقدي، وهنضاعف ارقام جذب الاستثمار الاجنبي المباشر الذي انكمش عالميا بعد جائحه كورونا، وبالتالي كنا ايضا نستطيع ان نصل بسهوله الى ال 100 مليار دولار، وده كان هيؤثر تماما على مستويات المعيشه ومستويات الحياه في كوبايه مصر العربيه والمعاناه في اي سلع او اثار تتعلق باثار سلبيه باحتياج الى العمله الدولاريه. لكن دعني هنا اتوقف عند نقطه مهمه جدا. أنا في موضوع مهم جدا تحدثنا فيه أمس ولازم أقف عنده، وده شيء يعني يمكن ربما يعني حتى تحدث عنه السيد الرئيس. إحنا لحد عام 1970 مصر لم تقترض من الخارج. الاقتراض بدأ من 1970، وهنا نتحدث عن زيادة معدلات الاقتراض الخارجي، وبالتالي من 90 من 70 ل 80 من 80 ل 90 من 90 ل 2000 من 2000 ل 2010 كان هناك معدلات كبيره جدا وفارق كبير جدا ما بين الايراد للدوله وبين النفقات للدوله، وهناك عجز في الموازنه. هذا العجز في الموازنه لم يحدث على الاطلاق، ان مصر عرفت ما يسمى ب الفائض الأولي. وهنا دعني أتحدث لك وللسادة المشاهدين ما معنى كلمة فائض أولي. فائض أولي يعني إيراداتك تقدر تغطي نفقاتك ويبقى عندك فائض لو أنت شلت فوائد الدين. لكن لو حطيت الدين اللي عليك وفوائده يبقى بالتأكيد يطلع عندك عجز. عشان نقلص هذا العجز لازم نزود الفائض الأولي عشان سنويا نشيل شوية شوية من الدين والفايدة لحد ما نصل إلى مرحلة إن إيراداتنا تساوي نفقاتنا او تزيد ايراداتنا بعد سداد الدين وفوائده، وهنا تتحول الدوله الى واحده من اهم 20 اقتصاد في العالم زي ما ذكر النهارده او ذكر امس دوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي. المؤشرات كانت ممكن نوصل لها، طب لما حصلت جائحه كورونا في اقتصادات في العالم كتير تاثرت، اكثر من 179 اقتصاد تحول في الناتج المحلي الاجمالي من الناتج المحلي الايجابي الى الناتج المحلي السلبي. مصر لم تكن من هؤلاء ال 179، بل انضمت ل 24 دوله حافظت على نمو في الناتج المحلي الاجمالي لكنه نمو متناقصا بالجانب الايجابي، ونزلنا الى 2.3% من الناتج المحلي الاجمالي، وتارجحنا من 2.3% الى 3.2% في الناتج المحلي الايجابي. وبالتالي انطلقنا من هذه النقطة وحاولنا التحرك، وحاول العالم
كله بعد جائحة كورونا أن يتحرك للأمام، وخرجت المصانع العالمية لتعوض خسائرها، وخرجت شركات النقل وشركات الشحن البحري لتعوض خسائرها. حصل اضطرابات كثيرة جدا كبيرة في أسعار الشحن والنقل للسلع الأولية التي تخرج من مصانع السلع الأولية في العالم زي الصين إلى جميع دول العالم، وبالتالي حصل تأثر كبير جدا جدا وتضخم في أسعار الشحن العالمي، وبعدها حصل تأخر في سلاسل الإمداد، وحصل مشاكل في بعض السلع. صحيح، لكن هي أزمات مرت علينا ومرت على العالم كله، لكن الحمد لله قدرنا نتجاوزها قدر الإمكان بأقل الخسائر. شكرا جزيلا دكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي.